دون استهداف أو قصف. الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عشرات المجازر خلال 24 ساعة الماضية في اليوم الأول لانتهاء الهدنة الإنسانية. راح ضحية هذه المجازر 193 شهيدا و652 جريح، وهذا يعني ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدء هذا العدوان في 7 أكتوبر الماضي وحتى اللحظة إلى 15207 من الشهداء وإصابة 40652 مواطن بجراح مختلفة. ولا زال الاحتلال الإسرائيلي يركز عدوانه على المدنيين العزل، حيث رصدنا أن 70% من ضحايا هذا العدوان كان مركزا على الأطفال والنساء. كما أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية والطواقم الطبية أدت إلى استشهاد 280 كادرا صحيا وجرح مئات من الطواقم الصحية في مختلف مناطق قطاع غزة. كما أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يعتقل 31 كادرا صحيا ويعرضهم للاستجواب تحت التعذيب والتنكيل والتجويع والعطش في ظروف إنسانية ومأساوية قاسية. وعلى رأس هؤلاء الكوادر الصحية الدكتور محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، والذي تم اعتقاله وسط المؤسسات الأممية بعد التنسيق الذي تم مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لإخلاء عدد من الجرحى والطواقم الطبية من مجمع الشفاء الطبي إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة. كما تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف المؤسسات الصحية، حيث رصدنا استهداف 130 مؤسسة صحية وإخراج 20 مستشفى عن الخدمة، وكذلك 46 مركز للرعاية الأولية خرج عن الخدمة تماما نتيجة التدمير وعدم توفر الوقود. كما أن المستشفيات فقدت قدراتها العلاجية والاستيعابية، والطواقم الطبية لا زالت تعالج مئات الجرحى وهم يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ والعنايات المكثفة وغرف العمليات. إضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف المنظومة الصحية الإسعافية، حيث تم استهداف وتدمير 56 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة. كما تعمد الاحتلال الإسرائيلي خنق واستهداف ما تبقى من مستشفيات شمال قطاع غزة من أجل إخراجها عن الخدمة وإرغام سكان شمال قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب. وفيما يتعلق بالوضع الصحي، نؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي مجددا يتعمد خنق المنظومة الصحية وإبقائها في حالة انهيار مستمر نتيجة قطع الإمدادات الطبية والوقود. كما تعمد الاحتلال الإسرائيلي على وضع قيود على دخول المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات ومنع وصولها لمستشفيات شمال قطاع غزة خلال الهدنة الإنسانية. إن كافة المستشفيات في قطاع غزة مكتظة بأعداد الجرحى الكبير والذي فاق إمكانيات المستشفيات الطبية وقدراتها الاستيعابية السريرية، وباتت هذه المستشفيات تفتقر لأدنى الأدوات الجراحية ومثبتات العظام. كما بلغت نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات بشكل عام 171%، وبلغت نسبة انشغال الأسرة في العناية المركزة 221%،
وبالتالي هذه الأعداد الكبيرة الآن جزء كبير منها يفترشون الأرض سواء في الأقسام أو في العنايات المكثفة أو في غرف العظام أو في غرف العمليات. كما نؤكد بأن عملية مغادرة الجرحى إلى خارج قطاع غزة عبر معبر رفح البري لا زالت تسير ببطء شديد لا يتكافأ ولا ينسجم مع الأعداد الكبيرة من الجرحى الذين يحتاجون إلى الخروج إلى خارج قطاع غزة لعدم توفر العلاج لهم في داخل القطاع، وهذا يعني أننا نفقد أعدادا كبيرة من هؤلاء الجرحى يوميا لعدم توفر العلاج لهم في داخل المستشفيات. وهنا نؤكد أن جميع من غادر من الجرحى والمرضى إلى خارج القطاع عبر معبر رفح البري لا زال محدودا، حيث أن جميع الذين خرجوا 389 جريحا ومريضا، منهم 358 جريحا و31 مريضا من مرضى الأورام، وهذا العدد لا يتناسب على الإطلاق مع العدد الكبير الذي لا زال موجودا ومكدسا في مستشفيات قطاع غزة. كما أن لا زال هناك أكثر من 800,000 مواطن لا زالوا في منطقة غزة وشمال قطاع غزة، هؤلاء باتوا بلا طعام وبلا شراب وبلا دواء وبأدنى المقومات الصحية وبلا حماية من المؤسسات الدولية تحت الاستهداف الإسرائيلي المركز على الأحياء السكنية في تلك المناطق. كما أن تكدس النازحين في مراكز الإيواء في ظل هذه الأجواء الشتوية الباردة زاد من انتشار الأمراض التنفسية والجلدية والأمراض المعدية والأمراض الأخرى، والذي يشكل خطرا على المنظومة الصحية وعلى المواطنين بشكل كبير. وإزاء ما سبق، نؤكد في وزارة الصحة على ما يلي: أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يدعي كذبا بوجود مناطق آمنة أمام المواطنين، ولكن مجازره وسلوكه الإجرامي بحق المدنيين يفضحه في كل مرة. كما نطالب الأمم المتحدة بتفعيل القرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المؤسسات الطبية ومقدمي الخدمات الصحية والأطر القانونية لحماية المدنيين. كما نطالب كافة الأطراف بالعمل الفوري من أجل ضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود والمستشفيات الميدانية والطواقم الطبية وضمان خروج مئات الجرحى يوميا. كما نطالب الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالعمل الجاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الكوادر الصحية. كما نطالب كافة الجهات الأممية بإيجاد آليات فاعلة وعاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية لأكثر من 1,300,000 نازح في مراكز الإيواء في قطاع غزة. كما نطالب المواطنين بضرورة التوجه إلى مستشفيات قطاع غزة للتبرع بالدم لإنقاذ المواطنين. رحم الله شهداءنا وشفى الله جرحانا ورحم الله شهداءنا وشفى الله جرحانا، ونسأل الله عز وجل أن يسلم شعبنا.